نحن نقف اليوم من أجل التغيير ومن أجل إشراك الكفاءات الشابة في تسيير شؤون الدولة، والجزائر اليوم في منعرج خطير، وها نحن اليوم نقف كما حملنا السلاح بالأمس القريب لحماية الشعب وحماية الوطن وحماية مؤسسات الدولة، ها نحن اليوم نقف وقفة رجل شامخ أخذته الأنفة على الجزائر، على الجزائر الطيبة، على جزائر الشهداء، ومن أجل التغيير نحو الأحسن